نشرة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز عناوين اليوم. الرئيس المكلف يواصل مساعيه الحثيثة لتأليف الحكومة العتيدة، وكونلي تؤكد عقب لقائه أن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية بحتة. تجدد أعمال الخطف المتبادلة بين أهالي عرسال وآل جعفر، والطيران السوري يغير على منطقة العجرم في جرود عرسال. الرئيس الأمريكي يعتبر أن الحرب في سوريا وصلت إلى نقطة حاسمة، ويأمر بالإفراج عن عشرة ملايين دولار لمساعدة المعارضة السورية. شبكة CNN تتحدث عن خطط لتدخل عسكري أمريكي مباشر في سوريا، تتنوع أشكالها بين توفير المساعدات الإنسانية وتوجيه ضربات عسكرية مباشرة. دبلوماسيون في الأمم المتحدة يتحدثون عن أدلة صلبة لاستخدام أسلحة كيميائية في سوريا لمرة واحدة على الأقل. يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام مساعيه الحثيثة لتشكيل الحكومة العتيدة، وسط ترجيحات بأن تبصر الحكومة الموعودة النور في غضون عشرة أيام. وفي الانتظار يواصل سلام استقبال المهنئين، وكان أبرزهم اليوم السفيرة الأمريكية مارا كونلي التي حرصت على التأكيد أن عملية تشكيل الحكومة لبنانية بحتة. أمنيا، تجددت مساء أمس أعمال الخطف المتبادلة بين أهالي عرسال وآل جعفر، كذلك تجدد القصف السوري ليلا على جرود عرسال. في غضون ذلك اعتبر الرئيس الأمريكي أن الحرب في سوريا وصلت إلى نقطة حاسمة، وأمر بالإفراج عن عشرة ملايين دولار لمساعدة المعارضة السورية، في وقت كانت شبكة CNN تتحدث عن خطط لتدخل عسكري أمريكي مباشر في سوريا. البداية من لقاءات الرئيس المكلف وأجواء المصيطبي في تقرير للزميلة جويس عائي. في ظل الحديث عن ولادة قريبة وسريعة للحكومة الأسبوع المقبل، يواصل الرئيس المكلف تمام سلام مشاوراته ولقاءاته المعلنة وغير المعلنة مع المعنيين. فهو بحسب زواره طرح على رئيس الجمهورية الذي زاره الخميس صيغة لا تشكيلة حكومية، ويبدو سلام مستعجلا الاستفادة من الأجواء الإيجابية السائدة في البلاد للتقدم في مسيرة التشكيل وإمرار تشكيلة تشبهه، بمعنى أن تكون غير استفزازية، تحوي أسماء غير مرشحين للانتخابات النيابية، وذلك بالتوافق مع الأطراف السياسية ورئيس الجمهورية. ويقول زوار سلام إنه يقف أمام خيارين، إما التشكيل السريع للحكومة قبل انفجار قنبلة قانون الانتخاب في مجلس النواب في حال عدم التوافق، أو انتظار ثلاثة أسابيع، أي المهلة المحددة للنواب لإقرار قانون انتخاب جديد، وفي ضوء نتيجة ما يحصل في البرلمان يحدد سلام تشكيلته. فإذا تم الاتفاق على قانون انتخاب جديد يبقى شكل الحكومة على ما هو عليه، أما في حال تعذر الاتفاق فسيضطر الرئيس سلام إلى إجراء تعديلات على الأسماء المقترحة وتطعيمها بحزبيين وسياسيين، لأن مهمة الحكومة عندها لن تقتصر فقط على إجراء الانتخابات بل ستتوسع وعمرها قد يطول. وليس بعيدا من عملية التشكيل، التقى سلام في دارته في المصيط بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية مورا كونلي لنحو ساعة من الوقت، خرجت بعدها من دون الإدلاء بأي تصريح، ليصدر لاحقا وكالعادة بيان عن السفارة الأمريكية أكدت فيه كونلي أن عملية تشكيل الحكومة هي لبنانية بحتة ويجب أن تكون كذلك. في وقت أعادت كونلي تأكيد موقف الولايات المتحدة بأن الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله فيما يقوم بالوفاء بالتزاماته الدولية. كذلك شجعت السفيرة الأمريكية العمل المتواصل لقادة لبنانيين يعملون بمسؤولية من أجل التمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ولتسليط الضوء على الحركة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل والكاتب السياسي عادل مالك. أستاذ عادل، أهلا وسهلا بك. يعني بالأمس أطفأ دولة الرئيس محركات الكلام وشغل محركات التأليف، هل برأيك ستبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل؟ شكرا أستاذ ماجد. طبعا هذا تمني الجميع، لكن دعنا نكون صريحين، كل عملية تأليف حكومة في لبنان كانت تأخذ وقتا طويلا نظرا للتعقيدات السياسية وكيفية التوفيق بين مطالب مختلف الكتل. أشار قبل قليل إلى كلام تقني
قاله الرئيس المكلف إنه أغلق المحركات. هذا طبعا تعبير رمزي للقول بأن المطلوب هو فترة من الهدوء للعمل على تشكيل ما أطلق عليه هو حكومة المصلحة الوطنية. رد على سؤالك، طبعا التمنيات شيء وواقع الأمر أمر آخر. في تقديري المتواضع أن التشكيلة لن تكون بهذه السهولة. معظم الكتب قالت أنها ستسهل مهمة الرئيس المكلف، لكن عندما يأتي الأمر إلى طلبات وطلبات مضادة حول عدد الوزراء وحال نوعية الوزراء، هنا يكمن ما يسمى الشيطان في التفاصيل. مع تقدير لحسن النية أعتقد أن الأمر سوف يأخذ بعض الوقت، لأنه إذا ما استمر أكثر من 10 أيام هذا يعني أن التشكيل الوزاري دخل في حلقة المطالب والمطالب المضادة. أستاذ مالك، من منطلق التعقيدات السياسية التي تكلمتم عنها، هل ستشهد الأيام المقبلة إعادة خلق أوراق على صعيد هذه التحالفات؟ صحيح، هذا يقودنا للقول التالي. نشهد الآن بعض المفاجآت السياسية، منها مثلا ما تم أو ما كان تم التفاهم عليه بين وليد مراد وكسر المستقبل. رأينا فيما حدث في مجلس النواب تراجع بعض الفئات عن هذا الاتفاق. كذلك الأمر يسري الموضوع على التشكيلة الوزارية. عندما يأتي الأمر إلى قضية الوزارات والوزراء، ليس على استعداد أي زعيم سياسي أو زعيم تكتل إلا أن يتمسك بمطالبه. وقياسا على هذه المطالب، أمام الرئيس المكلف أحد أمرين، وهو الذي قال منذ يومين إنه إذا ما واجه الكثير من العقبات التقليدية في التأليف فسوف يقدم استقالته. طبعا هذا كلام سلاح ذو حدين يهدد به بقية الكتل، لكن في نفس الوقت ليس على استعداد للتخلي بهذه البساطة. نعطي الرئيس المكلف 10 أيام، لكن دعينا نقول السؤال التالي: هل أن تسهيلات التكليف أو التسهيلات التي رافقت التكليف 124 صوت تسري أيضا على عملية التأليف؟ هذا أمر مشكوك بصحته وبنسبته. ثم دعيني أنهي بسؤال آخر أكثر أهمية. الرئيس تمام سلام قال عدة مرات أنني على وشك تشكيل حكومة للإشراف على الانتخابات فحسب. نعم. لكن سؤال كبير، هل ستجري فعلا هذه الانتخابات؟ قبل أن تجري هذه الانتخابات أستاذ عادل، يعني تبقى القنبلة الموقوتة قانون الانتخاب، يعني نحن على أبواب انفراج في هذا الإطار أو انفجار سياسي ما، يعني هل من خلال متابعتكم برأيكم سيبصر النور هذا القانون العتيد؟ طبعا يعني هذا التأجيل التقني الذي حدث في مجلس النواب هو تمديد للأزمة وليس ذلك الحل الجذري لها. هنالك كثير من المناورات بين مختلف الكتل. نعود إلى التقدير، كل يقول بأنه يريد إجراء الانتخابات في موعدها، لكن إضافة إلى هذا الكلام الطوباوي هنالك كلام آخر يحمل الثنائية والإزدواجية لدى البعض، الأمر الذي يجعل تشكيل الحكومة في وقت مبكر أمر ليس بهذه السهولة، إلا إذا هذه المرة واستثناء خرج تأليف الحكومة عن أسلوب المعجزة اللبنانية. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل مالك، شكرا جزيلا لك. جدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التأكيد أن شبه الإجماع الذي ناله الرئيس المكلف تمام سلام جاء بعدما أجمعت عليه قوى 14 من أذار والنائب وليد جنبلاط، معتبرا أن فريق 8 من أذار كان يعمل على إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي. جعجع وفي حديث لصحيفة السياسة الكويتية لفت إلى أن الطريقة الوحيدة لتشكيل الحكومة هي أن تسير عملية التأليف بسرعة وخارج المعايير والمقاييس التي كانت تعتمد، باعتبار أن فريق 8 من أذار يريد حكومة شبيهة إلى حد ما بالحكومة السابقة. جعجع وإذ رأى أن حزب الله وضع نفسه في تصرف النظام الإيراني الذي يعمل على عدم إسقاط النظام السوري بأي ثمن، قال إن الحزب يقاتل في سوريا ويتولى تنفيذ القرارات الإيرانية من دون التفكير بما سيكون لهذا التصرف من انعكاسات على لبنان. على
علمت الام تي في ان عشيره ال جعفر تلقت وعدا من فعاليات عرسال باطلاق سراح حسين كامل جعفر في وقت قريب اليوم، وهي تستعد لاطلاق سراح جميع الموقوفين لديها. وكان ال جعفر اطلق سراح حمزه عبد الكريم الحجيري ليلا بعد خطفه على طريق المطار في وقت اقدم اهالي عرسال مساء الخميس على خطاف ثلاثه اشخاص من ال جعفر وشخص من آل زعيتر وآخر من آل الرشعيني أثناء قيامهم بأعمال انتشارية في محيط البلدة. عمد بعدها آل جعفر إلى اختطاف بلال عز الدين من عرسال على طريق عرسال اللبوة. ذكرت الوكالة الوطنية أن الجرحى السوريين الخمسة الذين أصيبوا الخميس وتم نقلهم إلى مستشفيات البقاع أصيبوا داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن الإصابة لم تحصل من جراء قصف الطيران السوري على منطقة العجرم في جرود عرسال. ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 14 شخصا من بينهم 6 موقوفين وجميعهم لبنانيون في جرم الاتجار بالأسلحة في بلدة عين سحلتة وإقدام 8 الفارين من وجه العدالة على إطلاق النار على عناصر الجيش ومحاولة قتلها، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول. دبلوماسيون في الأمم المتحدة يتحدثون عن أدلة صلبة لاستخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وأوباما يفرج عن 10 مليون دولار كمساعدة غير قتالية للمعارضة. فشل جديد في الاتفاق الدولي بشأن الملف السوري خرجت به الدول الصناعية الكبرى، فشل بات السوريون يتوقعونه وبات النظام يراهن عليه لكسب الوقت في بسط قبضته على مناطق النزاع في سوريا. في هذه الأجواء وعلى إيقاع العجز الدولي عن اجتراح الحلول، كشفت مصادر عسكرية مطلعة لشبكة CNN الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على تحديث خططها العسكرية لتشمل تدخلا مباشرا في سوريا يشمل توجيه ضربات عسكرية، مع التشديد على أن البيت الأبيض ليس على وشك توجيه أوامر بتنفيذها. من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الحرب في سوريا وصلت إلى نقطة حاسمة، وأمر بالإفراج عن 10 ملايين دولار لتزويد المعارضة السورية مباشرة بمساعدة غير قاتلة مثل الأغذية والأدوية، وذلك إثر استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في البيت الأبيض والبحث معه في الوضع السوري. داخل السوري يوم جمعة جديد شعاره سوريا أقوى من أن تقسم، في رسالة واضحة إلى كل الهواجس الإقليمية وإلى تحذير الرئيس السوري بشار الأسد الأخير من أن تقسيم البلاد سيسبب مخاطر على دول الجوار السوري. وفي الميدانيات يتواصل القصف العنيف الذي يترافق مع تحليق للطيران السوري في ريف دمشق، أما في العاصمة فيتواصل وفق المعارضين السوريين قصف الأحياء الجنوبية. وفيما تتواصل الاشتباكات في حمص ودك أحيائها بالقذائف، أشار المعارضون إلى تنفيذهم مزيدا من الهجمات في محافظة الرقة. وعلى وقع ارتفاع المخاوف من استخدام السلاح الكيميائي، أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن لدى الدول الغربية أدلة صلبة على استخدام أسلحة كيميائية لمرة على الأقل في النزاع السوري. بعد إعلان التفاؤل يلفح الاقتصاد اللبناني. والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع الزميلة جيسي تراد قسطون. مرحبا جيسي. مرحبا شانتال، بالإذن منك. كيف الأخبار اليوم؟ اليوم بتعرفي الأخبار شوي إيجابية من لبنان، وعنا طبعا ملف التنقيب عن النفط، وتساؤلات اليوم أصبحت بتدور حول هل رح يتأخر هالملف بظل إمكانية تأخر تشكيل الحكومة، إن شاء الله لا. وطبعا عنا الملف القبرصي والجولة المعتادة على أهم الأخبار المحلية والعالمية، وتوقف حول أزمة مصر يلي ممكن ترتد سلبا على الغذاء وبالتالي طال
طبعا الفقراء. تفاصيل معك. تفضلي. إذا بنبدأ لبنانيا. أكد وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال قبل أسبوع من الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة للتنقيب عن النفط والغاز أن الاضطرابات السياسية ما رح تؤدي إلى إبطاء خطط التنقيب، وقدمت 52 شركة من 25 بلد طلبات تأهيل للحصول على تراخيص للتنقيب كشركة أكسون موبيل الأمريكية وريبسول الإسبانية وشركة الصين الوطنية للنفط ورويال داتش الهولندية والبريطانية، بظل غياب واضح للشركات السعودية والقطرية. إشارة أنه عملية تحديد مناطق التنقيب العشرة اللي كل واحدة منها بين 1500 و2500 كيلومتر مربع تنتظر موافقة مجلس الوزراء، كما وبتحتاج النتائج النهائية لعملية المناقصة لموافقة المجلس أيضا. فتشت الشرطة الفرنسية منزل رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين بباريس بإطار تحقيقاتها باتهامات بتمويل حملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزي بال 2007، وبتندرج عملية التفتيش بإطار تحقيق تمهيدي بعد شكوى تقدم فيها ساركوزي ضد موقع ميديا بارت بتهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة بعد ما نشر ب 28 نيسان 2012 وقبل أيام من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وثيقة نسبت إلى مسؤول ليبي سابق، أكد فيها أن طرابلس وافقت على تمويل حملة ساركوزي بال 2007 بمبلغ 50 مليون يورو، ووسعت النيابة العامة التحقيق بهدف الاستماع إلى الوسيط زياد تقي الدين اللي أكد أنه بيملك أدلة على تمويل ليبيا لحملة ساركوزي. منتابع أخبارنا الإقليمية والعربية، بتتجه السعودية إلى القيام باستثمارات واسعة بمجال الطاقة المتجددة بتصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا، بحيث يتوقع تصدير 10 جيجاوات أي ما يعادل إنتاج 10 محطات نووية عن طريق شمال إفريقيا وإيطاليا أو حتى إسبانيا. وتوليد طاقة الكهرباء من مصادر شمسية غير موجودة تقريبا بالسعودية حاليا، ولكن المملكة كانت أعلنت بشباط الماضي عن هدفها تركيب 24 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2020 و24 جيجاوات بحلول 2032، الأمر اللي بيجعل السعودية واحدة من المنتجين الرئيسيين للكهرباء من مصادر متجددة بالعالم. أوروبياً، أعلن الرئيس القبرصي أنه رح يطلب مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي لبلاده اللي بتواجه شروط صارمة لقاء الحصول على مساعدة مالية من منطقة اليورو، وكشف أنه تحدث إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو والمقرر بدبلن اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على شروط خطة الإنقاذ. وحاجات نيكوسيا بإطار خطة الإنقاذ من الإفلاس ارتفعت من 17.5 إلى 23 مليار يورو. نبقى أوروبيا، بيعقد وزراء مالية منطقة اليورو اليوم بدبلن اجتماع لاتخاذ قرار حول شروط خطة إنقاذ قبرص اللي بيتعين عليها بذل جهود أكبر مما كان مقرر، ولتقييم ما إذا كانت البرتغال بتقدم ضمانات كافية للحصول على مرونة أكبر من دائنيها. وبيلتقي الوزراء 17 للتباحث بالإجراءات اللي يجب أن تطبقها نيكوسيا للحصول على دفعة أولى ب 75 مليون يورو اعتبارا من مطلع أيار لتسديد رواتب الموظفين الرسميين. كما وبينظر الوزراء بالوضع بالبرتغال بعد رفض المحكمة الدستورية لعدد من إجراءات التقشف المدرجة ضمن موازنة 2013. وعلى هامش الاجتماع رح يتم مناقشة وضع سلوفينيا اللي بتعاني من تراجع قطاع المصرفي وممكن تحتاج أيضا إلى مساعدة مالية. استنزف عدم الاستقرار الأمني والسياسي المستمر بمصر اقتصادها وقدرتها على تلبية الحاجات الملحة للشعب اللي أصبح أكثر فقر وزادت معاناته. كشف برنامج الأغذية العالمي أن الأزمة الاقتصادية اللي بتشهدها مصر بتمثل تهديد لتوافر التغذية الأساسية بالبلد اللي بيسكنها 84 مليون نسمة، حيث بينفق الفقراء أكثر من نصف دخلهم على الغذاء. والمشكلة منا بمدى توافر الغذاء وإنما بقدرة الناس على شرائه، خاصة الفقراء. ومعدل الفقر بمصر ارتفع من 21% بال 2009 إلى 25% بال 2011، العام اللي أطاح فيه المصريين برئيسهم حسني مبارك بانتفاضة شعبية كانت الظروف الاقتصادية الصعبة واحدة من أسبابها، كما بيعيش 20% آخرين فوق خط الفقر مباشرة. وعانت مصر من سلسلة من الصدمات الغذائية بالسنوات الأخيرة، بدأت بال 2006 مع تفشي إنفلونزا الطيور ثم ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم
بال 2007-2008 تبعت الأزمة المالية وأزمة الوقود بال 2008 وال 2009. أما اليوم وبظل الأزمة ساهم انخفاض عدد السائحين وهروب المستثمرين بتعميق الأزمة الاقتصادية، وأدت الضغوط المالية أيضا إلى نقص الوقود وإقدام الحكومة على خفض واردات القمح المهمة لتوفير الخبز المدعوم اللي بيعتمد عليه الفقراء. كما وأصبحت بعض الأسر عاجزة عن إبقاء أبنائها بالمدارس، فبتضطر لتشغيلهم للحصول على دخل إضافي. وقدد الأطفال بسوق العمل ب 1.6 مليون طفل. كما وبتشير الأحصاءات الرسمية أن سوق التغذية لدى الأطفال المصريين كان عند 23% بال 2005 وبيسجل اليوم 31% بالمتوسط، وبتوصل النسبة بصعيد مصر إلى 34%. شكل الإجماع على تكليف النائب تمام سليم تأليف حكومة جديدة صدمة إيجابية للاقتصاد اللبناني وقطاعاته الإنتاجية بعد معاناة وضعف استمر حدود السنتين. وأولى بشائر الانفراج ظهرت بوضوح على الحركة التجارية بالأسواق، نسبة التشغيل الفندق اللي نهز 60% وارتفاعات ببورصة بيروت. ولكن ما مدى عمق واستمرار هالإيجابية؟ وهل فعلا هالمتنفس الاقتصادي اللي خلقه الإجماع والتهدئة السياسية حيدوم؟ سؤال رح نطرحه على رئيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية ببيروت وجبل لبنان سيد محمد شقير. منرحب فيك من جديد ببيروت اليوم. شكرا. شو التوقعات؟ هل رح تدوم هالإيجابية بالمدى المنظور؟ ما في شك انه استقالة الحكومة ريحت الشارع وهالاحتقان اللي كان موجود خف، واهم شيء رجعنا شفنا الضحكة على وجوه العالم. ونحن بنقول هالسنتين اللي مروا علينا اقتصاديا وسياسيا وامنيا ينذكروا وما ينعادوا. شفنا نحن بهالاسبوعين انه الحركه تحسنت، شفنا انه الاوكيبانسي بالفنادق طلعت من 30-35% الى 70%، وفي يعني عم نسمع انه في حجوزات خليجيه. انا بتامل اذا تشكلت الحكومه وكان الملف الاقتصادي هي اولويه، وهذه الحكومة الجديدة عطت الثقة أولاً للبناني وللمستثمر العربي والخليجي، بعتقد بتجي صيفية جيدة ونقدر نعوض شوي من اللي خسرناه من بداية هالسنة اللي أول 3 أشهر كانوا كارثية منا. نعم، أنت متفائل سيد محمد الشقير. سؤالي لإلك، طرح اسمك لتولي حقيبة وزارية، هل رح تقبل هالتكليف إذا تم؟ وأي من الوزارات بتفضل؟ صدقيني بعد ما في شيء جدي، وبعد ما نفكر بشيء انا، وبعد ما في نحكى معي باي موضوع. نعم، ولكن اذا نحكى ممكن نتفكر، اما اي حقيبه يعني شيء انا قادر افيد فيه وافهم فيه، يعني وزاره اقتصاد صناعه، ولكن ما في اي شيء بعد نحكى بهذا الموضوع وما في اي فكره. نعم، سيد محمد الشقير رئيس غرف الصناعه والتجاره والزراعه ببيروت وجبل لبنان، انا بشكرك على هالمداخله وعلى هالايضاحات. منتابع بآخر خبر أمريكي إيراني، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن استهدفت رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني وبنك الاستثمار الإسلامي الماليزي وشبكة شركات عبر وضعهم على اللائحة السوداء بعد اتهام بمحاولة تفادي العقوبات الدولية على إيران عبر مساندة شركة النفط الوطنية الإيرانية وغسل الأموال. وحظرت وزارة الخزانة التعاملات بينهم وبين أي مواطن أمريكي، وقادت بتجميد أي أموال إلهم بتكون تحت ولاية القضاء الأمريكي. هذه كانت أخبارنا. ننتقل إلى جولة البورصات اليوم بآخر تداولات هالأسبوع. بورصة بيروت عم تسجل بعض الارتفاع والدعم من أسهم سوليدير آ بظل بعض التراجع على سهم سوليدير بي. بآسيا طبعا أو بالخليج عفوا، اليوم الأسواق الخليجية مغلقة لعطلة نهاية الأسبوع، ولكن مع نهاية الأسبوع وبآخر تداولات كانت سجلت بعض الارتفاعات بدعم طبعا من توقعات إيجابية لنتائج أعمال الشركات. ننتقل إلى آسيا، ومؤشر نيكي الياباني عم بيسجل تراجع اليوم، ولكنه كان ارتفع بنسبة كبيرة ولأعلى مستوى بخمس سنوات وللأسبوع الثالث على التوالي، بظل تفاؤل بأنه سياسات البنك المركزي الجريئة رح تنشط الاقتصاد. بأوروبا بعض التراجعات اليوم، ولكن أيضا بعد صعود استمر 4 أيام، وكان المتعاملين عم بيلاقوا أن السوق عم تخشى أنه تحتاج قبرص مزيد من المساعدات المالية وبالتالي تأثر مرة جديدة على الاستقرار الأوروبي. ننتقل
ننتقل إلى أسعار الذهب يلي عم تستقر ولكنها عم تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أواخر شباط مع اجتذاب أسواق الأسهم القوية المزيد من المستثمرين الباحثين عن عوائد أفضل. وكان هبط الذهب حوالي 7% من بداية السنة بعد ما كان سجل مكاسب على مدى 12 سنة بشكل مستمر، والأونصة مع نهاية هالأسبوع عند حدود 1563 دولار. أما عقود النفط فتراجعت، وبرنت عند حدود 104 دولار ونصف تقريبا، وهو عند أدنى مستوى بثمان أشهر بظل القلق بشأن نمو الطلب العالمي، غير أنه بيانات إيجابية لسوق العمل الأمريكي ومخاوف بشأن الإمدادات كان يتحدث من تراجع الأسعار. أخيرا اليورو عم يسجل بعض الارتداد الإيجابي بتداولات العالمية اللي تعتبر نوعا ما صباحية، وعم يسجل مستويات فوق مستوى 1.31 عند 1.31.21 تحديدا بهاللحظات. نهاية جولتنا الاقتصادية، بنعود نتابع معكم بيروت اليوم. يعطيك ألف عافية. شكرا جاسي، بك ترد الآيباد. ميرسي. شكرا. البطريرك الراعي يلتقي الجالية اللبنانية في باريس وينتقد ما نشر عنه من كلام لم يقله في بعض وسائل الإعلام. للمكان دلالته، فهذه كنيسة سيدة لبنان التي باتت مؤخرا كاتدرائية أبرشية سيدة لبنان المارونية في فرنسا. هنا التقى البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي الجالية اللبنانية وألقى أمامها حديثه الدوري في التنشئة المسيحية، عارضا محطات لقاءاته الرسمية في باريس وواصفا إياها بالجيدة والمهمة. وفي هذا الإطار انتقد البطريرك نشر بعض وسائل الإعلام لكلام لم يقله خلال تلك اللقاءات، ورد على منتقديه من دون أن يسميهم. تعلمنا من سنة الماضية لما جينا أعطينا أحاديث شقلبون فوق التحتاني، خربطونا العلاقات، أخذت معنا وقت كتير ترجعنا صلحناها. مع هذا وكله طلع مين يكتب، يمكن قريته، طلع مين يكتب أمور ما إلها علاقة بالموضوع. كذب 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 كذب، وهبت شوي بلبنان اللي بتعرفوا، أكلنا نصيبنا. حتى سميني أحدهم اسم كتير مهم، ما علي، أنا بدي لكم ما تتأثروا. عادة لما يكون معني الشخص اسألوا لإله أو يقروا الكومونيكي أوفيسيال، البيانات اللي طلعت. وفي موضوع آخر، دعا البطريرك أبناء الجالية إلى تسجيل الولادات والزيجات في القنصليات، خصوصا وأن النظام السياسي اللبناني قائم على ديموغرافية. إلى ذلك، عرض البطريرك الراعي مع رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو في باريس ألكسندرا غوميز متابعة تحقيق مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث وادي قنوبين المقدس عبر أحياء الحياة الروحية في الوادي من خلال ترميم الأديار والكنائس. ووجه الراعي دعوة لغوميز لزيارة الوادي في الصيف المقبل التي وعدت بتلبية الدعوة. رأى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان خلال استقباله وفدا من الليبرالية العالمية أن ما تمر به منطقة الشرق الأوسط خصوصا والعالم عموما يحتم على القادة والمسؤولين التفكير في إعادة النظر بالعديد من الأنظمة في ضوء تطور تقنيات الاتصال والمعلومات، معتبرا أن على المسؤولين إعادة النظر في مسألة الديمقراطية الأكثرية وإشراك مكونات المجتمعات في إدارة الشأن العام. إلى ذلك اطلع سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على مسار الاتصالات الجارية في قضية المخطوفين في أعزاز، كما تناول الرئيس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر خوري موضوع الشاحنات المتوقفة على جانبي الحدود. وعلى هامش مؤتمر الليبرالية العالمية، افتتح في بيروت المؤتمر الدولي لقيادات التحالف العربي للحرية والديمقراطية وشباب الربيع العربي بمشاركة الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، الذي ألقى كلمة عن الربيع العربي حذر فيها من الإعصار الذي يعصف بالربيع العربي محاولا تحويله إلى خريف. تحدي الأساس الذي يفترض بالتحالف العربي للحرية والديمقراطية أن يواجهه اليوم هو كيفية توحيد الرؤى والتطلعات من أجل تحصين مكتسبات الربيع العربي بتحويلها إلى رؤية جامعة يعول عليها في إعادة بناء الإنسان في مجتمعاتنا العربية وفق ما يناسبها، وتحصين هذه المجتمعات بمبادئ الديمقراطية
وقيم الحرية الإنسانية التي يفترض أن نحددها نحن، لا أن نستوردها من الخارج. علق رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على إقدام بعض الجهات على نشر أسماء وصور ومعلومات عمن قالت أنهم شهود في المحكمة الدولية، فرأى أن الأمر يكشف أن المجرمين الذين شاركوا في قتل شهداء لبنان لم يرتدعوا وما زالوا يجهدون لإخفاء جريمتهم. واعتبر السنيورة في تصريح له أن نشر الأسماء والمعلومات والصور يعد جريمة هدفها ابتزاز وترهيب الشهود وعائلاتهم بحياتهم ومستقبلهم من أجل ضرب صدقية المحكمة الدولية كأداة للعدالة، مطالبا الحكومة والمسؤولين ووزير العدل تحديدا بتحريك النيابات العامة للبحث عن المسربين والجهات التي تمارس الإرهاب السياسي والإعلامي ومحاسبتهم. التقى النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لجنة الخبراء المعينة لمتابعة التحقيقات في مصدر الأموال التي استفاد منها بعض الأشخاص في مصرفي المدينة والاعتماد المتحد، وتم إطلاع القاضي ماضي على مسار التحقيقات واتفق على متابعة التحقيق حتى النهاية. في التقرير الخاص، الامتيفي تواكب فوج الهندسة في الجيش خلال عمله على نزع الألغام. تقرير بيرنا نعم شديد. لا للألغام والقنابل العنقودية، لا تقترب لا تلمس، بلغ فورا على الرقم 05956143. بهذه الرسالة كانت قيادة الجيش تحذر المواطنين من خطر الألغام، ألغام بقيت من آثار الحرب في لبنان. فبحسب الأرقام والإحصاءات، فإن أكبر نسبة ألغام مزروعة في محافظة لبنان الجنوبي وتحديدا عند الخط الأزرق، لتأتي بالمرتبة الثانية محافظة جبل لبنان وتحديدا منطقة سوق الغرب، تليها محافظة الشمال أي البترون من منطقة طولة وصولا إلى حردين. أما في جرود جبيل العقورة وفي كسروان وادي نهر الكلب وفي المتن بكفية شوية وظهور الشوير وكذلك في علي دير القمر، فالألغام موجودة ولكن بأعداد أقل وفي البقاع قليلة جدا. المساحات الإجمالية بلبنان يلي كانت مشبوهة حوالي 270 مليون كيلومتر مربع، صار مشغول منها حوالي 195 مليون، بيبقى لنا الرقم يلي بيبقى يلي هو حوالي 80 مليون، يعني فينا نقول تقريبا 70% من الأراضي المشبوهة بلبنان صارت منظفة. إزالة الألغام مهمة صعبة يتولاها فوج الهندسة في الجيش اللبناني الذي يبدأ مهامه بجمع المعلومات ليبدأ بعدها التخطيط ثم التنفيذ، وهنا الأهم بحسب الجيش التأكد من السلامة العامة. فريق الام تي في واكب فوج الهندسة في الجيش اللبناني في يوم عمل ميداني حيث كان يزيل الألغام من منطقة المدفون. إذن وهكذا بعد أن أخذنا كل الاحتياطات دخلنا المنطقة برفقة الجيش اللبناني. في حقل الألغام المهمة خطرة، هنا تقسم الأراضي إلى بقع محددة بين النقاب والآخر 25 مترا حفاظا على سلامة كل فرد في حال انفجر اللغم، وعلى كل فريق مراقب. النقاب ينظف كل متر على حدة لينتقل بعدها إلى آخر، فإذا تحسس بوجود لغم يبدأ التنقيب عنه، وهنا حفاظا على سلامتنا نصحونا بمغادرة هذه النقطة. أنواع الألغام متعددة واكتشافها يكون عبر طريقة التحسس والسبر والكلاب البوليسية، وهي تكون عادة مزروعة على عمق يتراوح بين 5 إلى 15 سنتيمترا. قديم مينيموم بده يكون في وزن على اللغم لا ينفجر؟ كل لغم له كمان كمية وزن معينة لا ينفجر. كمان في ألغام تعمل على تراكم الضغط، هالتراكم الضغط ممكن مع الأيام تخف ويصير جدا حساسة ويصير بطبيعة الحال التعامل معه خطر كتير. ممكن يعني لغم محطوط بأراضي ينفجر من تلقاء نفسه من دون ما حدا يدق فيه؟ نادرا ما نلاقي ألغام بتنفجر أو بتتعطل من تلقاء نفسها، لذلك لازم نتعامل مع حيالة لغم وكأنه مزروع اليوم، لأنه بشغلتنا الغلطة الأولى هي الغلطة الأخيرة. ما يصعب المهام هو نقص الخرائط أحيانا كثيرة والعوامل الطبيعية التي تغير العمق ومكان اللغم، كما يشكل رمي الردميات والنفايات عائقا إضافيا. أكيد مثل ما قلنا عطول عنا وسيلتين بالشغل، بالإضافة في عنا فريق متخصص هو QA QC بيتأكد من جودة ونوعية
الانتاج. من بعد ما يكون خلصوا هالمرحلتين الوسيلتين اللي عم يشتغلون بيتدخل فريق السامبلينج تيم بياخذ عينات من الارض بيتاكد من خلوها من اي اجسام ومن بعدها بينرفع افاده نزع يلي هي بتحدد باحداثيه البقعه بشكل عام وبتنزل خضرة على الخريطه ومن بعدها اذا كان كل شيء تمام بيجي امر من قياده الجيش انه يسلمها لاصحابها. وعلى امل ان تطوى الصفحه وينظف كل التراب اللبناني من الالغام فينبت مكان كل لغم زهره. انجاز طبي مميز تمثل باعاده وصل يد مبتوره. 25 شباط 2013 تاريخ لن ينساه الشاب محمد خلف 18 عاما. يومها بترت يده عند المعصم بسبب حادث عمل، فلجأ إلى المستشفى اللبناني الكندي في زحلة ليلحق به أصدقاؤه ومعهم الجزء المبتور من يده داخل كيس بلاستيكي، وقد حفظته المستشفى في مستوعب مليء بالثلج. الدكتور موسى شمعون والفريق المساعد أمضوا 5.5 ساعات يعيدون اليد المبتورة إلى حالها الطبيعية في إنجاز طبي مميز أعطى للمريض أملاً بعدما ظن أنه فقد يده للأبد. وصل الشريان الأساسي تبع الإيد، هن شريانين بغزوا الإيد ليوصلوا الدم على الأصابع، فتم وصل هالشريانين تحت الجراحة المجهرية، وبس رجعت تدفقت رجع الدم يتدفق بالإيد قمنا بوصل الستركتور التانيين اللي بتتكون منهم الإيد، يعني النير ميديون العصب الأساسي، النير كوبيتال العصب الثاني، بيرجع فيه 24 وتر بالإيد 12 قدام و12 ورا تم وصلهم كلهم، وبآخر مرحلة تم وصل الأوردة. الأوردة شغلة كتير مهمة تنوصل لأنه هي اللي بترجع الدم من الإيد باتجاه القلب. بحسب الدكتور شمعون المريض يحتاج إلى عملية جديدة بعد 5 أشهر لنزع الصفائح التي وصلت العظام ولتحرير حركة بعض الأوتار. مرق شهر ونص على هذه العملية، نحن حبينا نفرجيها هلا لأنه الجرح سكر وصار يعني إيد محمد ممكن نشوفها المشاهدين كمان. بهالشهر ونص طبعا بيصير فيه الالتحام تبع الأشياء كلها اللي قطبناها، والدم تأمن خلص مشي على الإيد، ما عادش في أي خطر إنه الإيد يرجع يفقد أو شيء، بس هلا في مرحلة ميكانيكية نحن بنعتبرها وهي عودة الحركة للإيد. إلى ذلك تحدث الفريق المساعد للدكتور شمعون عن المراحل التي مر بها المريض من عملية التخدير إلى تسييل دمه منعا لحصول جلطات. بعد الإعلان، بيونغ يانغ تهدد بتوجيه ضربة نووية لطوكيو. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة، إليكم تذكيرا بالعناوين. الرئيس المكلف يواصل مساعيه الحثيثة لتأليف الحكومة العتيدة، وكونلي تؤكد عقب لقائه أن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية بحتة. تجدد أعمال الخطف المتبادلة بين أهالي عرسال وآل جعفر، والطيران السوري يغير على منطقة العجرم في جرود عرسال. الرئيس الأمريكي يعتبر أن الحرب في سوريا وصلت إلى نقطة حاسمة ويأمر بالإفراج عن 10 ملايين دولار لمساعدة المعارضة السورية. شبكة CNN تتحدث عن خطط لتدخل عسكري أمريكي مباشر في سوريا تتنوع أشكالها بين توفير المساعدات الإنسانية وتوجيه ضربات عسكرية مباشرة. دبلوماسيون في الأمم المتحدة يتحدثون عن أدلة صلبة لاستخدام أسلحة كيميائية في سوريا لمرة واحدة على الأقل. والآن إلى الرياضة مع الزميلة ساندرين جبرة. هاي ساندرين. هاي ماجد. مرحبا ساندرين. شو الأخبار؟ اليوم كل أخبارنا كرة قدم، الأبرز القرعة اللي جرت من وقت قليل على نصف نهائي بطولة تشامبيونز ليج رح نحكي عنها بالتفاصيل. على كل حال الرياضة المحببة عند الجميع. أكيد. تفضلي ساندرين. البداية إذن مع قرعة نصف نهائي تشامبيونز ليج يلي سحبت من وقت قليل بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسويسرا، وأسفرت عن مواجهة قوية جدا بين بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني. أما نصف النهائي الثاني فبيجمع بروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني. إشارة أنه تقام مباراتي الذهاب ب 23 و 24 أبريل والإياب ب 30 الشهر الحالي والأول من أيار.
ولنحل الأكثر سحب هالقرعة رح نكون باتصال مباشر مع زميل جورج السويدي ليوضعنا أكثر بصورة المربع الذهبي للبطولة. جورج، شو رأيك بنتيجة القرعة اليوم وهل برأيك كانت عادلة؟ صندرين أكيد قرعة كثير قوية من الجهتين، مواجهات ألمانية إسبانية، يعني إذا بنحكي شوي عن مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ، الفريقين كانوا التقوا 4 مرات سابقا بمنافسات دوري الأبطال، مرة فاز فريق البايرن ومرة فاز فريق برشلونة وما كانت عادلوا. نعم. أما من ناحية المواجهة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند فأكيد الكل بيتذكر المواجهات بيناتهم بالدور الأول من نسخة هالسنة هيدي، وكيف نجح فريق دورتموند بالفوز على أرضه، وبمباراة الرد كانت بسانتياغو برنابيو شفنا هناك تعادل بين الفريقين، يعني هالشي ببين أن الحظوظ متساوية بين الأربع فرق وليس هناك فريق مرشح على الآخر من أجل بلوغ الدور النهائي. علما يمكن أنه من ناحية مباراة البايرن والبارسا فريق البايرن ممكن يستفيد من بيب غوارديولا المدرب المستقبل له، بما أنه هو بيعرف كثير منيح فريق برشلونة وصار مبدئيا مع فريق البايرن، يعني أكيد رح يساعد فريقه المستقبلي من هلا قبل ما يستلم مهامه بالصيف القادم، ممكن يساعد الفريق البافاري يعطيه شوية تكتيك عن فريق برشلونة تيستفيد منه المدرب هانكس ويفوز على منافسه الكتالوني. يعني بتتوقع كلاسيكو إسباني أو ألماني بالفاينل؟ والله إن كان كلاسيكو إسباني الكل رح يستمتع ببارسا ريال جديد بهالموسم، علما أنه المواجهات بهالموسم كانت لصالح ريال مدريد إن كان بالتعادل أو حتى بانتصار الفريق الملكي، بينما إن كان كلاسيكو ألماني فالمواجهات المباشرة السنة كانت لصالح فريق البايرن إن كان بالدوري وحتى بمنافسات الكأس. بس أكيد ممكن نشوف نهائي إسباني ألماني مثل ما ممكن نشوف نهائي ألماني ألماني أو إسباني إسباني، لأنه مثل ما ذكرنا مستوى الأربع فرق كثير متقارب كان واستحقوا الفرق الأربعة الوصول لها المربع الذهبي من منافسات الشامبيونز ليج لهالموسم. صحيح، شكرا لك جورج على هالمداخلة. نحن منتابع أخبارنا وبعدنا مع كرة القدم، إنما مع إياب الدور ربع النهائي من مسابقة اليوروبا ليج، حيث فاز امبارح فريق بال السويسري على ضيفه توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهم 2-2 بالوقتين الأصلي والإضافي من المباراة. والمدرب بال مراد ياكين إنه فخور جدا بفريقه، بالأخص كون هيدي المرة الأولى بتاريخه يلي بيتأهل فيها إلى نصف نهائي المسابقة، كما هنأ لاعبينه على المجهود الكبير يلي بذلوه بالفترة الأخيرة ويلي توج بالنجاح. من جهة تانية، مدرب توتنهام أندري فياس بوس أعرب عن خيبة أمله بخروج فريقه وقال أنه ركلة الترجيح صعبة جدا بأي مباراة ورغم التمارين المكثفة عليها إلا أنه الضغط الكبير يلي بيشعروا فيه اللاعبين بهاللحظة على أرض الملعب من الصعب وصفه وبيأثر بشكل كبير على أدائهم. أما بالمباريات الثلاثة الباقية يلي لعبت امبارح، فتأهل بنفيكا البرتغالي إلى النصف نهائي بتعادله 1-1 مع نيوكاسل الإنجليزي بعد ما كان فاز عليه ذهابا 3-1. فنربخش التركي اللي تعادل مع مضيفه لاتزيو الإيطالي 1-1 أيضا أمن تأهله بعد ما كان فاز ذهابا 2-0. أما آخر متأهل إلى النصف نهائي فهو تشيلسي الإنجليزي يلي استفاد من فوزه ذهابا 3-1 ليتأهل رغم خسارته امبارح أمام مضيفه روبن كازان الروسي 3-2. إشارة أن سحبة قرعة الدور نصف النهائي من وقت قليل أيضا وأسفرت عن مواجهة بين فنربخش التركي وبنفيكا البرتغالي من جهة وبين بال السويسري وتشيلسي الإنجليزي من جهة تانية. ايضا بكره القدم، قررت رابطه الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم امبارح وضع حد للجدال حول قرارات الحكام بخصوص الكرات اللي بتتجاوز خط المرمى، ووافقت على استخدام تقنيه عين الصقر او هوك اي لمراقبه خط المرمى، ووافقت جميع انديه الدوري الممتاز وهي 20 فريق على الاستعانه بهالتقنيه خلال اجتماع مع رئيس الرابطه. اشاره انه هالقرار كان بعد اسبوع من موافقه الاتحاد الدولي لكره القدم على الاستعانه بتقنيه جول كنترول لمراقبة خط المرمى خلال مباريات كأس القارات اللي رح تقام بالبرازيل بالصيف القادم وبنهائيات كأس العالم 2014. هولي أبرز أخبارنا الرياضية لبيروت اليوم. شانتال وماجد، العودة لكم. شكرا صابرين. قبل دخول مشاهدينا في الأخبار الدولية، نشير إلى أن حادث سير وقع في دبي مقابل مجمع الأبيسي، حيث انقلبت شاحنة كبيرة محملة أكياس اسمنتية بعدما فقد سائقها السيطرة عليها إثر سقوطها في حفرة إلى جانب الطريق، وعملت فرق الإسعاف على إخراج السائق الذي أصيب
بردود طفيفة. إذن نتابع هذه الصور الأولية للحادث، حادث السير الذي وقع قبل قليل على أوتوستراد دبي، وقد اقتصرت الأضرار على جروح طفيفة أصيب بها سائق الشاحنة. حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في مؤتمر صحفي في سيول من أن إطلاق رئيس كوريا الشمالية صاروخا سيشكل خطأ كبيرا لأنه سيعزل بلده أكثر، مشيرا إلى أن الحرب الكلامية لبيونغ يانغ غير مقبولة. من جهتها أعربت اليابان عن استعدادها للرد على أي سيناريو، وذلك بعد تهديدات الأخيرة الصادرة عن كوريا الشمالية بشن ضربة نووية على طوكيو. فككت الشرطة التركية خالية لشبكة القاعدة كانت تحضر وفق قولها لاعتداءات ضد سفارات الولايات المتحدة في أنقرة وكنيس في اسطنبول. وأفادت الصحافة التركية بأن الشرطة أوقفت 12 شخصا بينهم 8 أتراك وشخصان من أذربيجان واثنان من الشيشان، وصادرت 22 كيلوغرام من المتفجرات. استخدمت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق مئات المتظاهرين على مشارف المنامة احتجاجا على سباق الفورمولا 1. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا مساء الخميس في بلدة الخميس الشيعية: سباقكم جريمة. بعد الإعلان، الرئيس السوداني يحط في جنوب السودان. والآن إلى الأحوال الجوية مع ألين. مرحبا. مثل ما خبرناكم بنشاتنا الماضية، طقسنا رح يستقر بالأيام الجاية، والطقس الربيعي رح يكفي معنا بقية الأسبوع. أما اليوم فنهارنا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. اتجاه الريح الشمالي شرقي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 22 وال 24 درجة، على الجبال بين 14 درجة و 22، أما بالداخل فبتتراوح بين 18 و 22 درجة. الرطوبة عالية، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، البحر معتدل، والجو مثل ما ذكرنا صافي إلى قليل الغيوم. جولة من الجو بتاخدنا فوق بعض المناطق وضيعة اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا من التليل 18 درجة، كور 17، 15 درجة بتنورين، جبال 24، عشقوط 18 درجة، بسيبة 24 درجة، المكنونية 19 درجة، بنت جبال والقليعة 18 درجة، 19 درجة بمشغرة شطورة 22، كمان ببعلبك والختيم بالقامعة 22 درجة. كيف يكفي طقسنا اليوم وبالايام الجايه؟ اليوم الجمعه بتسجل الحراره 24 درجه بنهار وطقسنا صافي، طقسنا مكمل على هالشكل لنهار السبت ونهار الاحد مع 25 درجه، الاثنين طقسنا مشمس وصافي و26 درجه. نختم نشرتنا بجوله على طقس بعض المدن حول العالم وتفاصيل اكثر عن طقس الويك اند بنشرتنا الجايه. وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا في أول زيارة له إلى الجنوب أو إلى جنوب السودان منذ استقلاله في تموز 2011، في زيارة تهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين الجارين. وكان في استقبال البشير في المطار رئيس جنوب السودان سالفا كير الذي عرفه على أعضاء حكومته. والآن إلى صفحة متفرقات سريعة. المكان تايلاند، المناسبة رأس السنة التايلندية، أما المياه فهي العنصر الأساسي للاحتفال. الناس بهالعيد بحضروا الفيلة وبزينوها بالرسومات قبل ما تنطلق على معركة رش المياه على التايلانديين، وعشرات السواح اللي بيقصدوا البلاد من أجل المشاركة بمعركة المي ضد هالحيوانات اللطيفة. وبهالمناسبة اللي بتستمر 3 أيام بيزور التايلانديين المعابد بالصباح الباكر، وبيوضعوا المياه عن تماثيل بودا كرمز لغسل سوء الحظ والشؤم وكدعوة لبداية جديدة.
المكان القطب الشمالي، الحرارة 28 درجة تحت الصفر، والمناسبة سباق الماراثون. الرياضة جميلة جدا وخصوصا الركض بالماراثون، ولكن هالمرة الأمور مختلفة حيث البرد لا يحتمل، ولكن الظروف كانت مناسبة فالضباب ما كان كثيف والرؤية واضحة. طبعا المشاركة بهالماراثون منا لذوي القلوب الضعيفة بل للمغامرين اللي بيتحدوا البرد والثلوج. ماريا كاريرو من تورونتو عرفت إن الرابحة ولكنها ما صدقت، فعادت لمنزلها وطلبت من بنتها تتحقق من الأرقام على الإنترنت، ولما تأكدت من الخبر خرجت مثل المجنونة على الطريق وتأكدت من الأرقام مرة جديدة من المتجر اللي اشترت البطاقة منه. ماريا أكدت إنه قبل أي شيء رح تمضي شهر العسل بهاواي بعد 30 سنة من الزواج. عقبالك شانتال. مرسي مرسي. النشرة انتهت، نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة الأخبار دائما عبر صفحاتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. القسم الثاني حوار يجريه الزميل فادي الشهوان مع عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.